الحاجة الثانية هو أنني دائما كنت سعيد كنكون سعيد جدا وأنا نتواجد مع فئة من خوتي والمعديات اللي الأخبار تاعتهم ماشي كلهم محسنين في الدولة الأولى، لكن ما كنقولهاش من جهة ديال التعاطف والثقافة والحق والثقة في الناس، لأنه كنعتبر هو الرجوع للشغل في المشهد المدني وفي مجال ديال الإعاقة اللي بصراحة يستحقون وهاد الفئة علاش؟ أنا كنتها مازال كنمثل عليها حضر، لأنني كنت كانت عندي واحد الإشراف في عام 1972 كنت من ضمن الطلبة اللي كانوا حازوا على البكالوريا ومشوا للقاعدة في الجامعة، لما تسجلت في الحياة الجامعية كان على ذاك اللي ما عنديش الوسيطة ولا الشهادة ولا الحمد لله كان يعني ماشي تربت في طبعا العريزه، لانه في ذاك الوقت كنا جات المعركه الثانيه ديال ادماج المراه الثانيه وكتشوف الدار المراه والعقليه في الاخرى، يعني كل شيء كانت. انا اليوم عندي بغيت نقول انا كنتم بهذه الفرصه هذه ما جيتش باش نخطب في الحقيقه، جيت باش نقول ان الجمعيه اللي كتشتغل في مجال الاعاقه هي بحاجه الى تمنيه والى تمتين والى دعم لانه هو المجموعات لا يسجلوا لنا حاجه، ولكن حنا المجتمع مازال يعتبر هذه الفئه هي بحال غير منتجه بحال، بينما هي ترفع التحديات على جميع المستويات. وانا عندي ابن عم من مدينه القدس اللي كانوا تعيشونه هو المقر العالمي الامين شنتوف معروف اللي رفع الرايه المغربيه في البطوله العالميه، وانتم تعرفون ان الاعاقه هي لا توقف الزمن، هذا واش نقولوا، وانا هنا كنشارك ديالي من المسؤولين في الوزارات الوصيه وانا نتعامل مع الشريحه الاجتماعيه بمنطق الوطن كامل. الاخوان غادي نجي دابا نتكلم مع شي تكلم على هذا، لان كنعتبر ان نحييكم بعدا والاشغال ديال هذا اليوم الدراسي في الفضاء الفضائي. صراحه هو كان انا متوقع ان يكون واحد المجموعه من التسجيل، لان سمحوا لي انا جمعت هذه الورشه التسجيل، وانا غادي نحل قدرت باش نحيي لكم بشيء متابع مع مجلس الترفق، وفي نفس الوقت نقول لكم اللي انا في مجلس الداخلي عندكم تعتقدوا تنديروا الخير في شي واحد، لانه تدخل في الترفق واحد بزاف ديال الاخوان اللي كيديروا معنا الصور، ولكن جابوا كيف هو سؤال انا ما نحتاجش هادشي، انا باغي نأسس معاكم رؤيه، وهذا الشيء اللي كنهضر عليه، غنقول لكم شنو هو المشكل اللي حنا في المجلس ديال الخليج بعد قراءتنا ديال سنه والاحتكاك ديال العمل المدني والمسؤوليات، ارتئينا ان نحن بصدد تحقيق واحد المناظره باش نسالوا انفسنا ونسالوا هذا المجتمع المدني ونسالوا انفسنا حنا كداعمين هذا المجتمع المدني، اي دعم؟ اي مجتمع مدني؟ ما هي الاسس وشنو هي الرؤيه؟ لانه اللي كنكون دايما كنسمع اخوان تيقول لك هو هذيك المجلس ما عطاناش الشتور ما عطاناش، يعني اعتقد ان تنزلوا النقاش تنفخصوا العمل، لان حتى واحد ما تيعطيش حاجه للجيمو بقدر ما يوجد الحاجات. اللي كنعرف لكم انا ما اريد من هذا المجلس ديال الاقليم هو اللي يستعمل شي بمعنى عام، يعني الحسابات السياسيه او لا يستعملها كوسيله، والمجتمع المدني بغيت يكون قوي تكون عنده استقلاليته ديال القرار، كيبداو حتى واحد ما يمشي في الامور، حتى واحد ما يكون دين ديال شي واحد في شي جهه، واش يكون مجتمع مدني اللي كنشوف انا قائد او يدرس امور فوق، ولكن اللي لاحظنا لما جينا خدينا التجربه لاحظت ان واحد العدد ديال الجهات مرتبطه بعلاقات او تقدر تكون مشبوهه مع بعض فعلا، وهذا كيصعب المهام وكيصعب ماشي كنقول هادشي هذا قلتو في الكلية الأولى تولي كانت مسؤولية قلت انتهى زمن الإمرأة، وأنا علاش بغيت نشوفكم في المباراة وغادي نقول لكم الرؤية اللي كنت تاخد معنا الآن وهذا بالفضل واحد الناس بعد ما هذا طاح هنا أنه في الشغل يعني تخلي اسمه ديالو اللي كذا غادي تنسوا يدعم اسم كل واحد بحال البارح ولا البارح جا عندي واحد الفن ديال
التغذيه ديال المجالس العامه. جاكي باع سيدي واحد النقاش يسلم عليها قبل شي عشر واحد يقول قبل نقل من راسي وجاوبت تهز مني وخلاف الحكومه كي رد شي خطا تولي محمد حملك او ما عندكش خلاف معاك ولا تهز مني وسلم لانه قال بلا ما نربطو شي علاقات حميمية بلا ما غنكون صاحبي ما نكون صاحبي نكونو صحاب حاجة أخرى كما في هادشي هذا الغرض ها الأمور تمشي إذا أنا بغيتكم تعاونونا باش تعاونونا دافعوا على القضية ديال تقوية المجتمع المجتمع باش يكون قوي باش يكون قوي عندهم مفكرات عندهم تصور لا يخلي قوي قوي الاستقلالية ديالو هذه المجتمع باش يدافع على الاستقلالية ديالو ديك هي القوانين الداخلية الأساسية اللي كتقوم على كل شيء في الجنود دافع عليها دخل نظرت على الوصول اليوم كطاحت ولهذا انا خطرت انه مستوى من مجلس التكوين الاداري قرر نهائيا ان الدعم سيكون مرتبط بالنشاط وحنا كنوجدوا واحد الاستماره واحد البطاقه سميناها بطاقه دعم نشاط جمعيه ما معنى انه ملي الجمعيه غدير نشاط ربما تروح فيكم معرف سي حامد النحل راه حضر معكم من الاول راه هذه البدايه ديال الخطوه حضرنا باش درنا تقرير ودرنا تقييم ديال هذا النشاط باش على الضروره غادي ندعموا هذه الجمعيه ديال الطلبه ديالها اما الدعم ومن بعد لما نشوفوا واحد العدد ديال الامور ها هذا دار فلوس ها هذا بحال شي جمعيه شرط كره كذا وها في شي بلاصه في شي دار قبل هذا يعني هذا الشيء هذا سمحوا لي الاخوان نفس هذا الشيء انا الجمعيه ديال صحابي زوجت فيهم وشوف اللي كان عندي واحد التعاون سلاك انا نتعاون معكم يعني حتى واحد ما يجي باش ما يجيش انا ولا علاقه ولا هذا كذا ولا كذا الجمعيه هذه احنا غادي نكون خلقنا مصلحه خاصه هذه مواكبه تاع الشيء الجمعيه عندها نشاط ستجينا في النشاط اخبار الحمد لله هي النشاط في واحد البرنامج وحنا عندنا موظفين اللي غادي يتابعوا هذا النشاط وهذا طيب وهذا يستحضر نستحضروا الامكانيات الماديه المعتمدة على النشر وكذا على ضوء التقرير هذا غنتمناه في اللجنه وغنحدثوا لانه القانون ما كيلزمش يعني ما عندناش الشعوب دا باش هذا الدعم هذا ماشي نسالوا هذا النقاش هذا باش نتمناو ونخليو لكم متنفس باش الاخوان المتبنيات يقولوا ياه خصنا نشتغلوا باش من هذا كاين غير دعم لانه بحال كنا ربما كاين اخوان نشوفوا منكم هذا في الانستغرام شتي هاد السي عبد انا علاش نجي تما نمشي باش كنشوف شحال ديال الجمعيات المشاركه شنو هي الجمعيات المفروضه عملية التتبع واش خطر ولا بالفلوس كذا كذا شكون واضح عملية التتبع باش يبقى انه علاش عندنا جمعيات الاخوان العمل الاجتماعي يعني هما قرات هادو اللي كيتسموا الاطفال ذوي الاعاقه هنا فما عندنا جمعية ديال الكابات عندنا واحد الجمعية ديال السكري كاين الناس اللي كيحتاجوا هذا معنى علاش نقول انا واحد الجمعية كدير واحد هذا وتقول هذا لان حنا مع الامن الجمعية الوجهات ولكن باش يكون عندنا الالاف ديال الجمعيات اللي يكون عندنا مفروض هذا ما كنتقد حد ما كنحس بحد ما يجوز يكون كذا ولكن بغينا نقول الدفع على الحقيقة الدفع على الواقع لانه باش نخرجوا من الراي ماشي دار يعني هناك من يدفع الى التمييع ديال هذا ما غاديش نقول كنعطيكم هذه المعلومه هذه باش تسمعوها من عند الانسان في الساعه مسؤول ما تكونش مسؤول اننا عابرو في زمن عابر وكنديرو نقول من تقديري باش تعرفوا هذا الناس مثلا لان هذا التالي اللي كيمنع هذا ما كنشوف جاب 2000 درهم هنا في التالي طيب باش ما تبقى معايا ماشي معايا لا بديل في البلاد لا مشاكل حتى حنا داخل المستشفى المنتخب ما كاين كيدافع كيقول لك هذه الجمعية تبقى ديالي ولا لا ما كاينش الجمعية كل شيء مرتبط بالنشاط قال مثلا ديال الفرصة ياسر تمشي لنفس السبب الشاب يا حسب الدعم سبحان الله ولا مش كتمثل الجمعية ديالنا في المدرسة زمنا لأن عندهم مصاري كاين كرام الجمعيات ديال اللي عندهم مقرات وعندهم مصاري زمنا لأن أنا كنشاهدوا ولكن التقييم ديالهم اما كاين مثلا جمعيه اللي كتقول لها هذا المدير اللي كاين بوردر الفواتير والتقارير جمعيه كتقول لها مشاريع الصالون مشاريع كذا وفيها مسار ديال هذا رسمي وجمعيه ديال هذه اللي غتسنى الدعم تشري به صالون ولا رواق ولا هذا اللي كيساهم لي علاش علاش يقول لك الانسان يسال كلشي كيتفاد باش نجيب لنا نعم خير دابا قال لك الشوتو ما عندناش ماشي ما عندناش 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 ما عندنا
وهادشي فاجئني صراحه فاجئني على سبب تعاملت معاه وشغل درت خارج المغرب مع مدينه السعوديه وتصرفنا في فلوس كثيره وكان دائما لوديت وكنت محاسبه وكنت شويه ديال المسؤوليه انا كنقول الاخوان كيفما السياسه هي اخلاق فاحترها المدني مدني هو اخلاق لانه انا بالنسبه لي كنعرف كنكره انا واحد الاخوان شي اخر شي معاون صعيبه تيقول هذه الجمعيه راه ماشي مسؤوله يكون هذا كونفرونتاسيون او لا يتولى في شي موقع او لا في شي جريده او كنقول له لا غنعسوا مع الرؤيه المسؤوله نعسونها وانا على قريب نشتغل مع بعض الفاعلين باش نديروا واحد القضيه ديال النقاش نناقشوا هذا الشيء هذا نناقشوا معكم هذا الشيء هذا باش وكاين حوايج اخرى تقول لك انا عندي جمعيه انا كنت مع الحمله الانتخابيه انا اللي كنت نعاون انا شوف هذا من عامة ولكن أعتقد شو التقدير ديالي أنا لازم كنت عدد ديال الإشكالات ولكن القانون صار شيء آخر عاد كنقول لهم الإخوان دابا تاع واحد العدد ديال المتنوع باقي ما سولوش القانون الجديد ولا المنظومة الجديدة دابا هاد الشركات تطلب أن الجهة تكون توفر العلاقة ديال المنفعة العامة يعني ما حد يكذب ومن تراخى عليه الإرضاء ديال دابا تا هي كتضرب دابا هاد اللي راه كاين الجمعيات اللي عندهم هما باغيين يزولوها لهم هما ما يبداوش إذا هذا إشكال في الإطار، ما تجيش عندك الشركة كتعامل مع الإطار براسك عادي، هذا هو المشكل هو هذا. تنقرف على الجهة يعني هذا هو المشكل. المهم الإخوان ما تعتبروش تجي تعطي شي بلاصة. ولكن أنا لا تعتبر أرضية مرشة. ولكن أنا جيت نشكيلكم، جيت نشكيلكم وأنا عارفكم لأنه